معلش. متى فتح؟ توني فتحت. توني فاتح، الامور طيبه. لا 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 في تنومة، في تنومة بغيت اجني وحدي. ما دروبي انا الله. دقيقة دقيقة يا ربع دقيقة. يا اخي كان من المفروض انك تجهز يا مشعل قبل ما تبث، ليش الحوسة ذي؟ ولا يا شباب؟ وين رتيل على طول؟ رتيل الظاهر تلعب. دقيقة. يلا حيهم. مرحبتين ومسهلتين. كيف اموركم طيبين؟ يا هلا ويا مسهلا. يلا حيهم. على قلبي بالله، على قلبي. طيب ايوه. اما تبغى يعني ما تبغوني انا ولا تبغون رتيل ولا مين تبغون بالضبط؟ كيف اموركم؟ لك وحش. من عين ام السلاسل يا بنت المسلمين. تعال الكويت. ذا الحين ان شاء الله بس بجهز بخلص البث وبطلع سيدي على الكويت باذن واحد احد. خلاص؟ جهزوا الامور. يا هلا بالنجم الصالح. مرحبتين. ايوه يلا حيهم. والله ابد من يوم والله طلعنا من ذا القناه ليحن والله مشغولين. ابشركم اعلانات وما الى ذلك، نحمد الله ونشكره. هلا هلا ودائما وابدا لا يسقط البيرفكت مهما كان. ما انت تبغون نفضح او نبيع، تبغون نبيع احد؟ في واحد بخاطركم بيعه؟ وش صار على متجر النظارات؟ حقي زمان ذا. انت متابعني من متى؟ انت متابعني من قبل ما افتح حساب شكلك. متى تجي الجنوب؟ والله يمكن ان شاء الله اجي. والله شوفوا مساله بيعات، خلوني اجهز لكم يوم من الايام مجهز لنا فقره اسمها بخور السوق الالكترونيه. لانها ايش؟ عن طريق البثوث او عن طريق السنابات، باقي بنرتبها. نجهز لكم البيعه بالدليل، عرفت؟ يعني في دليل مصور ولا كيف؟ لازم يكون في دليل مصور. فنجهز لكم فقره كذا مرتبه. واوريك اللي يجحد قدام تركي الدوسري. خاصة دنعة وعندي لكم بيعات واجد. ايوه يا الربع، انا انسى يا الربع من كثر ما اني اصور سنابات انسى ان عندي تيك توك وانسى ان عندي تويتر. تويتر ماني غرد فيه، اكتشفت شيء ماني اعرف اسولف كذا شات. يعني تويتر هو الوحيد، تويتر والباث. تذكرون الباث زمان؟ هم الوحيدين اللي ماني اعرف لهم. فما ادري كيف تويتر، ما ادري ايش جو تويتر. ارمي لكم كذا مساء الخير واروح. ما نعرف له. نبغى المقاطع اللي صورتها. مشكلة بجوالي ذا. الباث اي من زمان. هو تويتر هو الوحيدين اللي ما قد عرفت لهم. لب قلوبكم يا الداعمين، لب قلوبكم، الله يزيدكم ولا ينقصكم. متى بتفتح المشروع حقك؟ اوه البراند حقي حق التيشيرتات. ان شاء الله عما قريب، خلوكم جاهزين. اليومين ذي. بس بنخلص تصوير، بنخلص اموره وننزله لكم. لما تتعب على الشيء انا البراند اللي اشتغلنا عليه، شفت لما تصمم شيء لك تبغاه كذا بيرفكت مره، هو هذا اللي اشتغلنا عليه الحمد لله. متى تدشن اغنيه يا غايبه؟ والله شوف يا غايبه ما ترجعين ويقرب قلب وعين، هذه بنزيد نحاول فيها يا ولد. ما عاد مع ان والله ابوي اليوم هتني قال يا ولد من فين لك وكيف لك تغني؟ والله لو تغنيني لافرم وجهك. قلت يا ولد
المتابعين يبغون، قلت لا يلعنك يلعن، فبغينا يعني نروح فيها. فما ادري كيف بنسوي، يمكن ما انزلها، اقول لكم يا صريح العباره يعني. قناه اليوتيوب في فلوقات، طيب يلا شيء في فلوقات جاي ان شاء الله، ضبط بفلوقات مع البيرفكت يعني داخلين لكم محتويات عد وغلط. تكفى يا عمري، والله ما معس، تكفى يا عمري، والله ما معس، حرام انه ما اذا لعن، اذا قال الله يلعنك يلعن، اعرف ان الموضوع انتهى، الموضوع عليه يعني كذا، شفت البلوك ذاك اللي بالاحمر، اعرف الموضوع تقفل خلاص. بنزيد نحاول، والله بزيد احاول، اذا ذا نزلناها، سجلناها ونزلناها. مش على بكود خصم حق الفواحة. بيرفكت بالعربي يخصم لك. مسلسلات تركية، ايش دخل مسلسلات تركية؟ ايش دخلها؟ ده انت تلاعمين. نبغى بث مع رتيل. طيب شوفوا، خلنا نسوي اتفاق. إذا هي موجودة خليها تبث معنا، بس لازم يعني عمها أكيد بخليها يعني تشتغل معي، بنظف أنا وياها الشقة، ترى من يوم ما طلعت برنامج ما قد لمست شقتي، مرة ما قد لمستها، ملعوبة فيها لعب. خلنا نشوف رتيل صاحية ولا لا. تعال، أبغى تهرد على وجهي. يا رتيل يعني عمو كذا لازم تكون هنا. يا رتيل تعالي. بسرعة، لا لازم تسوي وجهك كذا، ضفت لي يعني بسرعة استعجل. يا رتيل بعد لي ثلاثة، واحد اثنين ثلا قومي البسي. لا انت يا اسمه، لا انت اسمعي ايه، تعالي ديم. ها يا قلبه، ها شوف، هذه ديم، هذه اخت رتيل. يا اصفراني يا ليموني يا رتيل، يلا تعال هنشوف عندهم ممسحه. مرحبتين، مساء الله بالخير، وش حالك؟ ماجوره، عساس طيبه، كيف امورك؟ خير. تو سبكيتي من اللي بكاس؟ ما اللي بكاس؟ والله بلعب بلعن والدي. من اللي بكاس؟ من اللي بكاس؟ رتيل. قومي امشي، والله ابي امشي وانا عمس، امشي والله ابي يا رتيل. اوكي، امه فاتح بث. خليه سلقطه. ها ليش تضربينها؟ ما ضربتها، في ذمت والله، في ذمت والله، يجعل ذمتي. تبغى ايباد وانا قاعد عليه؟ تبغى ايباد وانت قاعد عليه؟ إيه؟ بس انت ما انت قاعد على ايباد، تعطيها على ايباد. يلا طيب يا تعال. يا روحي من هناك. مرحبتين، فاتح بث ذيبان. ها فاتح بث يا رجال. هلا قبل، السلام عليكم. السلام عليكم، كيف حالك؟ ايش عطيس؟ ابغى عطر. ما ستيسي؟ انت تبغى العطر ولا عيني عشان ابدا؟ لا بنعطر. افك عيني؟ لا خلاص، والله لا افك. لا والله خلاص، افك عيني، ابغى تسي عيني. تعال ابغى العطر. تعال، تبغين هذا ولا اشتري الاسبوع الثاني وانا عمس؟ لا خلنا نشتري الاسبوع الثاني.
ريحة الشقة أرمتك يعني. تفضلي. خلينا نشتري لي سؤال جديد. شو؟ خلينا. شو؟ أوكي. أنت تعطيني ولا تأخذيني؟ تعطي بس. خذيه طيب. إلا وين تأخذين؟ والله على بالطلاق أنت أخذيني وأنا عمس. على بالطلاق أنت أخذيني أخذي يا بنت الحلال يلا روحي. والله بيني بين صدقتي. اسمعي أبغى أنظف شقتي أعطيني ممسحة ممسحة ومكنسة. بساعدك. ما ودي أتعب أبغى أتعب روتين. ايش بسوي؟ بتكين على البث وخليها تسخن تروح تنظف الشقة. يلا. ايش رايك؟ واو. فكر صح؟ Your brain it's oh my god. Oh my god. Oh my god. Thank you. جهز جهز ايش العدة ها؟ يا الله سلام. عمهم على الفاضي انا. خلاص جيت تكفيني. يلا رتل. اي أيوة والله بس خلوني بس ارتب الوضع دقيقه اصبر ودي كذا شكل عارف ودي انا عبارة. سلام ولع بشهري في كل شريان يسري نبض القلوب بالله ايش رايكم بالثوب يا الربع؟ توني طاق بثوب كويتي قماش اصفراني كذا عرفت؟ شنو بس؟ بطل جاب يكسب بطل جاب واخذ كنها بسارة ها عبود تشارلز وينك؟ عايزين؟ وين؟ بدمعين شنو تسوي؟ بطل جام عشان علينا عد يا رجل بس بشغل عرضة كذا ودي بعرضة سنة طويلة الله يلعن الخير مرعبتين. طيب أول شيء نكون واضحين. أول شيء السلام عليكم. وعليكم السلام. عمس يعني إيش كنت؟ صح. إيه إيش دعوة؟ الجمهور يبغاس أولا. إيه. كثر الجمهور يحبس أكثر مني. ما أدري إيش حصل فيه الصراحة. وين يا الشورت؟ بس الناس اخي ايش رايك تلبسين لبس يطلعنا قدام الناس احنا اغنياء يا ديم ايش رايك يا حبيبي الله يجعلني يلا رجعنا فلنا يدعني يلا نروح للبز لبس ثاني ايوه زارت مع خطه قلت يلا ديم روح البس لبس ملعون والدين نحن نفرص بيت يلا استعجلوا خلي بطير جيب العدة اريد تعال جيب العدة يلا اليوم يوم العمل يوم العمل ذا اليوم وش كيف اعطوني شيء كذا لعب شهري تك اسوي يا اخوي طيب لعب شهري بسيط هذا خالد حامد أنا ما أعرف
سبعة دلني بسرعة إعلانات خلاص كده سنابي دخلت علم الله ما لو ما تطلع له يا خالد حامد ما ترحمي اللي بلت مجاعة الله الليدر اقدح الليدر ايش؟ قلت بكرة عشان تتعب اكثر. بيض الله وإيه انا ابغاها تتعب اكثر. طيب عندنا مساحة ذا الحين. طيب نبغى كيس زبالة عشان ابغاها تنزل الدور الاول تطلع فوق. فوق. اكياس زبالة فاضية. جيبي على سبيل المثال ميبي خمسة. يلا. وش اسم الشيلة؟ شيلة لعب شهري. طيب كيف انك تنظف وتلعب في نفس الوقت لب قلبك يا الداعمين لب والله قلوبكم جعلني فداكم جاهزين؟ نبدأ؟
لازم شيء ايش؟ لا خلينا نسوي شيء حماسي. تبون تروب سكوت وكذا ولا كيف الوضع؟ انا ابغى اجنبي. يلا لو نايت نطلع خلينا نشوف نايت نطلع ايش فيك؟ شو وضعه؟ ذا ويكند حنا ذا ويكند قوي. لا فوت العيب دموع زلفتي. قلبس ها هيوه الله يجعلني في ذاكم. هيوه هيوه فخمه فدا فدا ها 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 هي كلبه كلبه. يلا يلا لا وقف لا وقف لا وقف امسك يلا 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 وانا عم بسيلا وانا عم الله نعمة لازم نصبر. والله ما نقدر. والله ما نقدر. شغل سامي سامي. سامي 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 Thank you.
ما مساعد سنة عمس أبداع يا ريتها هنا اصبري فنجان قهوه اصبري فنجان يلا سيو سيو بس ليه ريتها بس شوفه والله لا تخربي شيء بشكل ليه؟ مكان ما يحسنني ما أرجع لا نفداس تعالي لا ايه؟ يا ولد يا ولد لا لا نفداس لا 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 ها؟ اوكي خذ راحت. هذا لي خاصة لك البدع بعدين؟ لا دقيقة. عرفت شو بعطيك جون سينا؟ جون سينا؟ ايوه ابقى. اوكي طيب دقيقة الحين احنا نبغى ايش؟ نبغى نمسح نفداس ها؟ لازم كنس من؟ انا ما كنس بعدين مس. لازم كنس لا هم بين كان نس أو بعد المس. طب أول شيء لازم نشيل ذي كله عشان. من ده الحين ها؟ ما شاء الله. شو من كبر هذا المس؟ إيش؟ ما أدري تكنيك تفهم. طيب خلاص أنت مسكين ال أنت مسكين مسكين المكنسة وأنا المكنسة. حلو هذه تكنسي فيها هذه اطلب مسكين يلا المهم لا هذه ما بطرش فيها اكسر هذه؟ لا من الصراحة عمي طيب اسمع انا عمس وأبوس واخوص تقولش الحين ايش كنسي انا قاعد اعطيها هاي انت مسحي وانا بقول يلا يلا بسم الله هذه غلط هذه كذا تتفسح كذا ايوه لازم غلط كذي يا ولد من بينكم دي حركة يا ربي يا أخي تفخني أول شيء طيب عيني ما في ضعيف لازم حتى لو بيطلع هذيك تقول ويني ويني هذا إيش هذا لا ترمين هذا كرتون أرمى في كوان طيب هذا دقيقة هذا يطلع تلعمه السلامة دقيقة كذا هي كذا دقيقة اصبر